بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 15. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستخفاف بأهل الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الاستخفاف بالمسلمين عموما لا يجوز، وهو تنقيص قدرهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالمسلم له حرمة لا يجوز انتقاصها، وإذا كان ذلك لأهل الفضل فهو أشد. إذا كان هذا الانتقاص لأهل الفضل من المسلمين كالعلماء والصالحين فإن الإثم أشد. قال سبحانه: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فيجب تقدير أهل الفضل والاعتراف بفضلهم الذي أعطاهم الله إياه. وقد يكون هذا الاستخفاف عن حسد فيكون الأمر أشد، يجمع بين الاستخفاف بأهل الفضل وتنقيص قدرهم، ويكون أيضا فيه حسد، والحسد كبيرة من كبائر الذنوب. قد يكون الإنسان في نفسه حقيرا فيريد أن يزهد الناس في أهل الفضل، وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل، فهذا من كبائر الذنوب. ولذلك عده الشيخ رحمه الله في كتاب الكبائر: ينبغي الحذر من هذا الأمر. نعم. عن ابن عمرو مرفوعا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا، صححه الترمذي. الواجب على المسلم أن ينزل الناس منازلهم، فيرحم الصغير الذي فيه الضعف، فيرحمه ويساعده ويدفع عنه ضعفه، ويعرف شرف الكبير، الكبير في السن والكبير في الدرجة. الكبير يشمل الكبير في السن له حق، والكبير في العلم له حق، الكبير في الجاه
أيضا له حق، فينزل الناس منازلهم ولا يستخف بهم. نعم. ولأبي داود عن أبي موسى مرفوعا: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن. من إجلال الله سبحانه، الله جل وعلا يجل ويعظم، وكذلك يجل من يجلهم الله، يجل من يجلهم الله ويعظم قدرهم. الأول ذي الشيبة المسلم، فيجله لشيبته وإسلامه لأمرين: أولا أنه ذو شيبة وكبر، والأمر الثاني أنه مسلم فلا يتنقصه، سيما وهو قد شاب في الإسلام، قد شاب في الإسلام فهو سابق إلى الخير ومتقدم فيه فلا يتنقص. هذا واحد. والثاني، نعم، حامل القرآن. والثاني حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. حامل القرآن أي الذي يحفظ القرآن، حمله المراد به حفظه، أو إجادة تلاوته ولو من غير حفظ، فهو حامل للقرآن كلام الله سبحانه، فله ميزة على غيره، له ميزة على غيره من الذين لا يحملون القرآن من العوام، فيجل من أجل ما يحمله من كلام الله سبحانه وتعالى. حملة القرآن لهم ميزة على غيرهم، لكن لا بد أن يكون حامل القرآن متأدبا بآداب القرآن، فلا يغلو ويشتد ويزيد في القرآن. وهذا يشمل أمرين: الأمر الأول أن يشتد ويزيد في العمل، والقرآن يدعو إلى السماحة وإلى الاعتدال في العمل، فلا يزيد في العمل، يسهر الليل بالقيام ويصوم النهار، القرآن لا يأمره بذلك. ولما قال رجل: أنا أصلي ولا أنام، قال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. فالقرآن لا يأمر بالغلو، وكذلك يغلو في القرآن في الأحكام، يغلو في الأحكام ويستدل بالقرآن على غير وجهه، كان يستدل بالآيات المتشابهات ولا يردها إلى الآيات المحكمات. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فلا يؤخذ طرف منه ويترك طرف الآخر الذي يبينه ويفسره.
كلام الله لا يتناقض ولا يختلف، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يأخذ طرفا من الآيات ويقطعها عن الآيات التي تفسرها وتبينها فيكون من الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويكون من أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، فهذا من الغلو، وبذلك ضل الخوارج والمعتزلة في أخذهم الآيات التي فيها التي هي من المتشابه وعدم ردهم إلى الآيات المحكمة التي تفسرها، فهذا من الغلو، غلو الخوارج وغلو المعتزلة في الحكم بالقرآن، وهم يزعمون أنهم يستدلون بالقرآن وهم في الواقع لم يستدلوا بالقرآن، لأنهم أخذوا بعضه وتركوا بعضه، فهم لم يستدلوا بالقرآن. هذه طريقة أهل الزيغ لا طريقة أهل الهداية. وكذلك من الغلو في القرآن الغلو في تلاوته، الإفراط في أحكام التجويد، تقعر فيها، المدود والغنة وأحكام التجويد، فبعض الناس يتقعر في التجويد ويزيد عن الحد المألوف والمطلوب، هذا من الغلو في القرآن، يكون من الغالين في القرآن بتلاوته. وكذلك هذ الشعر والسرعة فيه، هذا من الغلو في التلاوة، تلاوة تكون معتدلة بين السرعة وبين التمطيط وتثقيل القراءة على القارئ وعلى السامع، يجب أن يتنبه لهذا القراء وحفظة القرآن وأئمة المساجد. والثالث إجلال السلطان المقسط العادل الذي ولاه الله أمر المسلمين وهو عادل في حكمه، فهذا يجل ويحترم لأن له مكانة عند الله والله يجله. أما إذا كان عنده جور وعنده ظلم فهذا يصبر على جوره وعلى ظلمه ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من الفتنة والشر المستطير الذي هو أكثر من ما عنده من النقص. نعم. ولأحمد بسند جيد: ليس منا من لا يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا. ليس منا من لا يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه. ليس منا، هذه الكلمة عظيمة، معناها البراءة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن هذه صفاته، وهذه كلمة عظيمة تدل على أن هذا الفعل من الكبائر، الذي لا يجل الكبير في السن أو الكبير في القدر أيضا. وكذلك الذي
نعم لا يرحم الصغير، لا يرحم الصغير، الصغير ضعيف ولا يدفع عن نفسه ولا يحسن ما ينفعه أو يضره، هو بحاجة إلى من يعطف عليه ويرحمه. وكذلك الذي لا يجل العالم، العالم بالشريعة، العالم له حق، والله رفع من شأن العلماء، قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي؟ هذا استفهام إنكار، لا يستوون، معناه لا يستوون، لا يستوي العالم وغير العالم. العالم له مكانة تعرف عند المسلمين لأجل علمه. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فالله يرفع العلماء درجات، فكيف نخفض درجاتهم ونتنقصهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، في رواية: كفضلي على أدناكم. فالعالم له مكانة أو منزلة بعلمه، يحترم ويجل ولا يهون من شأنه، لأن هذا فيه عدوان على شخصه وفيه عدوان على العلم الذي يحمله. يتساهل الناس في العلم، تساهلون في العلماء، وإذا تساهلوا في العلم والعلماء هلكوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إغضاب الزوج. نعم، باب إغضاب الزوج. الله جل وعلا جعل للزوجة حقوقا على زوجها، قال: وعاشرون بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء، والرجل له حق على زوجته أكثر من حقها عليه، ومن ذلك أنها تحترمه وتطيعه في غير معصية الله عز وجل. نعم. وقول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات، النساء الصالحات، حافظات، هذا خبر مبتدأ، فالصالحات هذا مبتدأ، قانتات، فالصالحات قانتات أي مطيعات، مطيعات لأزواجهن، مطيعات لله أولا مطيعات لأزواجهن. فالقنوت هنا مراد به الطاعة. الصالحات من النساء قانتات أي مطيعات لله جل وعلا، مطيعات لأزواجهن، ويداومن على ذلك. حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات إذا غاب أزواجهن عنهن حفظته في نفسها وفي ماله حتى يرجع. وقيل حافظات للغيب أي حافظات للسر الذي بينها وبين زوجها. هذه صفات عظيمة يجب على الزوجة أن تتحلى بها مع زوجها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، وفي رواية: إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجاه.
من حقوق الزوج على زوجته أنه إذا دعاها للاستمتاع أنها تجيب، لأن هذا هو الغاية من الزوجية، قضاء الوطر، فلا تمانع من غير عذر شرعي، لا تمانع إذا دعاها، بل تبادر، لأن هذا من حقه، بل هو في رأس حقه عليها. فإذا امتنعت بات الذي في السماء ساخطا عليها، أي الله جل وعلا وملائكته يسخطون عليها ويغضبون عليها، لأنها فعلت جريمة كبرى، وهي نشوزها عن زوجها في هذه الحالة. وإضافة إلى ذلك، في الرواية الثانية لعنتها الملائكة حتى تصبح، والملائكة مستجابوا الدعوة، فإذا دعت عليها باللعنة فهم مجابون. فهذا يدل على أن معصية المرأة لزوجها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن سخط من في السماء عليها ولعنة الملائكة لها يدلان على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعنه مرفوعا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، صححه الترمذي. لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام، وكانوا يسجدون لملوكهم على عادتهم، أنهم يسجدون لملوكهم تعظيما لهم، أراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه من ذلك، لأن السجود لا يكون إلا لله جل وعلا، وإن كان جائزا في شريعة من قبلنا، إلا أنه في شريعتنا محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هذا يدل على عظم حق الزوج عليها، يدل على عظم حقه عليها، فيجب عليها أن تبذل حقه بالمعروف. نعم. قال رحمه الله: باب أذى الصالحين. أذية الصالحين، لا يجوز أذية الذي مر تنقصهم وحط من قدرهم، وهذا في أذيتهم، إلحاق الأذى بهم بالقول أو بالفعل، أن أحدا يؤذي الصالحين من عباد الله بقول، بأن يستطيل عليهم بلسانه، أو بفعل، بأن يستطيل عليهم بيده، سواء كان ممن له أمر أو ليس له أمر، فلا يجوز أذية الصالحين والاعتداء عليهم. الأذية لا تجوز في حق كل أحد إلا بحق، لا تجوز إلا بحق، في حق كل أحد، لكن الصالحين من باب أولى لشرفهم عند الله سبحانه وتعالى، محبة الله لهم وإجلاله لهم. نعم. وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فدل على تحريم، دلت هذه الآية على تحريم أذية المسلمين، تحريم أذيتهم بغير حق. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله مأخذها من عنق عدو الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فقال: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم. فقالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه أن أبا سفيان بن حرب جاء إلى المدينة في الفترة التي بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، وهو على الكفر، لم يسلم بعد. فلما مر على سلمان الفارسي وصهيب وبلال رضي الله عنهم، وهم من سادات المسلمين ومن الذين أوذوا في الله وعذبوا في الله، قالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذه، يريدون أنه يقتل، يريدون أنه يقتل انتقاما منه لما حصل منه لما كان على الكفر، ولكن الله من عليه بعد ذلك بالإسلام فأسلم رضي الله عنه. ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما حصل من قول هؤلاء الثلاثة في حق أبي سفيان، وهو رجل من أكابر قريش، بل هو مقدم قريش في وقته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك أغضبتهم، أغضبت سلمان وبلالا وصهيبا، لعلك أغضبتهم، يعني بهذا الكلام الذي قلته لهم. فقال: يا إخوتاه، قال أبو بكر: يا إخوتاه، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك. فأبو بكر رضي الله عنه خاف أن يكون أغضب هؤلاء الأجلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: لا، لم نغضب عليك، ودعوا له بالمغفرة. فدل هذا على أن إغضاب الصالحين أنه يغضب الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لمسلم أن يغضب عباد الله الصالحين، بل يلتمس سرورهم وفرحهم ولا يغضبهم، ويلتمس رضاهم، يلتمس رضاهم عنه، يتأدب، تأدب معهم، هذا هو المطلوب. في هذا رد على الذين يتنقصون الصحابة من الشيعة ويتكلمون فيهم ويحطون من قدرهم ويجحدون فضائلهم في
لأن الله يغضب عليهم، لأن الله سبحانه يغضب عليهم. نعم. وللترمذي وحسنه عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: من أهان السلطان أهانه الله. سبق أن السلطان المقسط أنه يجل، وأن إجلاله من إجلال الله سبحانه وتعالى. سلطان المقسط هو العادل. وهذا الحديث فيه أنه لا يجوز إهانة السلطان مطلقا، حتى ولو كان جائرا أو ظالما أو عاصيا فلا يجوز إهانته، لأن في هذا إهانة لولي الأمر، وأيضا يسبب هذا بغض الرعية لولي الأمر، وبالتالي يؤول إلى افتراق الكلمة، قد يؤول إلى الخروج. فولي الأمر له حق وله مكانة، يعظم ويجل من أجل منصبه وولايته وما فيه من المصالح للإسلام والمسلمين. يدفع الله به شرورا كثيرة، ويحفظ الله به الأمن، ويحفظ الله به الحقوق، ويردع الله به الظلمة، ويقيم الحدود. فالسلطان ظل الله في الأرض، له فيه مصالح عظيمة للمسلمين، فلا يجوز انتقاصه الكلام فيه. فهؤلاء الذين يتنقصون ولاة الأمور الآن في المجالس أو في الأشرطة أو في بعض المحاضرات والخطب، يدخلون في هذا الحديث، يدخلون في هذا الحديث، ويستحقون هذا الوعيد. وقال والله جل وعلا يهينهم، هم يزعمون أنهم بهذا يترفعون بزعمهم أن هذا من إنكار المنكر ويلتمسون به الرفعة، لكن العكس، الله جل وعلا يهينهم في مقابل ما أهانوا السلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة. الأمانة مأخوذة من الأمن وهو ضد الخوف، والأمانة كلمة عامة تشمل كل المسؤوليات، تشمل كل المسؤوليات التي على العبد أن يقوم بها نحو الله جل وعلا ونحو المخلوقين، وتشمل الودائع، وتشمل الوظائف، كلها أمانات، وتشمل كما يأتي تشمل العبادات، الصلاة والصيام والاغتسال من الجنابة، أمانات في ذمة العبد. ولهذا قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هنا هي أمانة تكاليف الشرعية كلها، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، عرض تخيير لا عرض إلزام. لو عرضها عرض إلزام لما تخلت عنها هذه الكائنات، لكنه عرضها عرض تخيير. وقالوا أو قالت: ما لنا فيها؟ قال: إن أحسنتم فلكم الأجر، وإن أسأتم فلكم
العقوبة. فآثروا العافية، آثرت السماوات والأرض والجبال العافية. الإنسان وهو آدم وذريته آثروا الغنيمة، آثروا الأجر، آثروا الأجر الذي فيها، فحملوها لجهلهم بحق الأمانة، تحملوها. نعم. وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أيها العباد أن تؤدوا الأمانات، أي أن تدفعوها إلى أهلها الذين ائتمنوكم عليها. فالله يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. فالأمين مطلوب منه أن يحفظ الأمانة مدة بقائها عنده، فإذا طلبها صاحبها فليدفعها إليه تامة غير ناقصة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صفات المؤمنين أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون لها. نعم. وقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. نعم، تكلمنا عليه. نعم. روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة والدين، يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له: أد أمانتك، فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلقون به إليها، فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها ويعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبه، حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وعدد أشياء، وأشد ذلك الودائع. قال: فأتيت البراء فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا وكذا. قال: صدق. أما سمعت الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ قال زيد بن أسلم: هي الصوم والغسل من الجنابة وما خفي من الشرائع. نعم. هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الشهيد وهو الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وجاء في فضله آيات وأحاديث، أنه يغفر له كل شيء من الذنوب إلا شيئين: الأمانة والدين، فلا بد من أدائهما إلى أصحابهما، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، لا تسقط عن الإنسان إلا إذا سمح بها صاحبها. أما الذنوب التي بين العبد وبين ربه فإن الله يغفرها للشهيد، لكن تبقى عليه حقوق المخلوقين حتى يسمحوا عنها. ثم ذكر أن صاحب الأمانة
إذا خان فيها فإنه في يوم القيامة يقال له أدي أمانتك، يقال له أدي أمانتك، فيقول يا ربي وكيف وقد ذهبت الدنيا، ما فيها أموال الدنيا، الدنيا فيها أموال وفيها، ويمكن الإنسان أنه يعمل ما يتخلص به، ولكن الآخرة ليس فيها أموال، إنما فيها الأعمال فقط والجزاء. فيقال اذهبوا به إلى الهاوية، جهنم يعني، إلى الهاوية وهي النار من أسماء النار، فأمه هاوية أي النار، فيرى أمانته تتمثل كحالها يوم أن كانت عنده، فيهوي في أثرها لأجل يتخلص، ثم يحملها، فإذا شارف على الخروج بها زلت من على كتفه، ثم هوى في طلبها، وهكذا أبد الآباد. فهذا فيه عظم الأمانة. ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود من رأيه، إنما له حكم الرفع كما هو معلوم. وذهب راوي الحديث عن ابن مسعود إلى البراء، سأله عما قاله ابن مسعود، فقال لقد صدق، أما قرأت قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ فدل على أنه لا بد من أداء الأمانة، لا محيص من ذلك. ثم فسر الأمانة بأنها أكثر من الوديعة، لأنها العبادات، ومنها الصلاة والصيام والاغتسال من الجنابة وغير ذلك. فالدين أمانة في ذمتك، الناس لا يطلعون عليك في دينك، يمكنك تصلي معهم وانت لست على وضوء أو عليك جنابة، ما يدرون الناس، يمكن أنك تظهر أنك صائم وأنت غير صائم، الناس ما يطلعون عنه، إنما الذي يطلع على هذا هو الله، فهو أمانة بينك وبين الله جل وعلا، عليك أن تخاف الله في عباداتك وأن تؤديها خالصة لوجه الله، ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة، وأن تؤديها أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدعة ولا إحداث ولا تغيير، لأنها أمانة في ذمتك تحافظ عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الولايات من الأمانة. من الأمانة الولايات، الوظائف أمانة، ما هي بس وظيفة حصلت عليها وترفعت ما شاء الله، حصل لك راتب ضخم وانتهى الأمر، لا، أمانة الوظيفة، أمانة أن تقوم بها على الوجه المطلوب، وأن لا تحابي أحدا، وأن لا تنقص حق أحد، وأن لا تسرق شيئا من الوقت، من وقت الوظيفة، وتنقص الدوام. الوظيفة والولاية أمانة، سواء كانت وظيفة مكتب أو ولاية إمارة أو ملك أو غير ذلك، ولايات أمانة. فقالوا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر للولاة أن يؤدوا الأعمال، يولوها، أن يولوا الأعمال من يقوم بها ويؤتمن عليها، فهي أمانات.
فالوظيفة أمانة أي وظيفة كانت، كبيرة أو صغيرة. بعض الناس ما همه من الوظيفة إلا الطمع وأخذ الراتب، ولا يحاسب نفسه في أداء الوظيفة والقيام بأعمالها والأمانة فيها. وإذا ولي على مال من بيت مال المسلمين أن يحفظه وأن يحافظ عليه، لا يهمه إلا الوظيفة والراتب. أما أعمال الوظيفة قليل من يهتم بها، هذا مما تساهل فيه الناس. وأشد من ذلك لو أنه لا يمشي الأعمال إلا بالرشوة التي يأخذها من المراجعين. إن أعطوه رشوة مشى أعمالهم ومعاملاتهم، وإن لم يعطوه حرقلها وشق على أصحابها. هذه أمور يجب على المسلم أن تنبه لها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخرجه البخاري. هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ الساعة لا يعلم قيامها وقت قيامها إلا الله سبحانه، استأثر الله بعلم وقت قيامها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له علامة قيام الساعة، فعلامات قيام الساعة معروفة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، فعلاماتها تعرف. ومنها: إذا ضيعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة، انتظر الساعة. قال: وكيف إضاعة الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. دل هذا على أن الولايات أنها أمانة، كما ذكر الشيخ رحمه الله في الترجمة، أن الأعمال والوظائف والولايات أنها أمانة يجب أن تسند إلى أهلها، فإذا وسدت إلى غير أهلها انتظر الساعة. ولكن هل المراد بالساعة الساعة العامة أو ساعة الدولة وخراب الدولة؟ العلماء يقولون المراد ساعة الدولة، يعني إذا ضيعت الولايات ووليت إلى غير أهلها فهذا مؤذن بزوال هذه الدولة وهي ساعتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن طلبها. النهي عن طلب الولاية، النهي عن طلب الولاية والوظيفة، هذه مشكلة، لأن أكثر الناس اليوم يطلبون الوظائف، واللي ما يتوظف هذا يصبح يعني ما له قيمة ولا له رزق أيضا. فطلب الولاية هذا لا ينبغي للإنسان أنه يطلب، لأنه ما يدري يقوم بها ولا ما يقوم بها، لأنها عهدة. ومنها الولاية يطلب إمارة. نعم. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. أخرجاه. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى
النهي عن أن يسأل الإنسان الإمارة، أن يتولى إمارة سواء كانت إمارة عامة أو إمارة خاصة كالإمارة على الجيش أو على مدينة أو على إقليم أو على إمارة خاصة أو عامة، لا تسأل الإمارة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما فقال: لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن سألتها وكلت إليها. هذا فيه دليل على أن الإنسان لا يسأل الإمارة لأنه لا يدري هل يقوم بحقها أو لا، وهي مسؤولية، والإنسان ضعيف بشر يعتريه ما يعتريه، فالسلامة والعافية لا يعدلها شيء. فلا يسأل الإمارة، لا يسأل القضاء، لا يسأل وظيفة الحسبة، لا يسأل وظيفة التعليم، الأمور التي فيها عهدة لا يسألها. لكن إذا أعطيها من غير مسألة ولا استشراف نفس، فإن الله يعينه عليها، وأما إذا طلبها فإن الله يكله إليها ولا يعينه، يكله إليها وإلى جهده ولا يعينه عليها. هذا وعيد، هذا وعيد شديد. لكن قالوا إذا احتاج الأمر إلى أنه يتدخل ويطلب، وإلا تضيع الأمور إذا لم يوجد أحد فيه كفاءة غيره، إذا لم يوجد من فيه كفاءة وهو يعرف من نفسه الكفاءة ولا يوجد غيره، فإنه يتقدم لطلبها لئلا تضيع المسؤولية وتضيع الحقوق. في هذه الحالة لا بأس، استنقاذا لها من الضياع، سواء كان طلب إمارة أو طلب قضاء أو غير ذلك من المسؤوليات التي يحتاجها المسلمون، ولو تركها لضاعت، فلا بأس أن يتقدم طلبها. أما أن يطلبها لأجل طمع الدنيا فهذا لا يجوز. المسألة الثانية: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير كفر عن يمينك. إذا حلف لا يتصدق على المحتاج أو لا يصل رحمه، فلا شك أن الصدقة خير من عدمها، وصلة الرحم خير من عدمها، فلا يستمر في اليمين، بل يأتي الذي هو خير، يفعل الخير ويكفر عن يمينه. وهذا لقوله سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، الله سميع عليم. إذا حلف لا يفعل الخير، إذا حلف لا يفعل الخير، فلا يجوز له أن يستمر على اليمين ويترك الخير. لو حلف أنه ما يصلي التراويح أو لا يصلي الوتر، فإنه لا يستمر على يمينه، بل يكفر، أو لا يصل رحمه بل يكفر ويأتي الذي هو خير. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، يدل على أنه يؤخر الكفارة، يفعل المحلوف على تركه، يفعل المحلوف على تركه ثم يكفر. وفي رواية: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذه الرواية تدل على أنه يقدم الكفارة، والرواية التي معنا تدل على أنه يؤخر الكفارة، فدل على جواز الأمرين، إن شاء قدم وإن شاء أخر. نعم. ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟
فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذا أبو ذر الصحابي الجليل الورع المعروف بالزهد رضي الله عنه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله. النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحاله وأنه لا يستطيع القيام بالولاية ضرب على كتفه صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، أي لا تستطيع القيام بالمهام، لا تستطيع القيام بمهام الإمارة أو المسؤولية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمه ووفره عن أن يوليه شيئا لأجل أن يسلم رضي الله عنه. فقال له إني أراك رجل ضعيف، وإنها أمانة، يعني الولاية أمانة، وهذا كما سبق، وإنها ستكون حسرة وندامة يوم القيامة. تكون الولاية إذا لم يقم بها في الدنيا حسرة عليه وندامة يوم القيامة. فهو صلى الله عليه وسلم أشفق على أبي ذر رضي الله عنه من هذه المسؤولية رحمة به، لا لنقص في دينه أو في علمه رضي الله عنه، بل لأنه ضعيف عن تحمل الأمانة، فهو وفره من أجل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غش الرعية. يكفي، نقف عندها. قلنا لكم في سؤال سابق إن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على تصرفات بعض الناس. الرسول نهى عن ذلك، نهى عن تنقص ولاة الأمور. أما أن ولي الأمر يعظه العالم، هذا شيء مطلوب، والذين ذكرت إنما وعظوا ولي الأمر موعظة. أما الذين يسبونه في المجالس ويتنقصونه فيما بينهم فهذا هو المقصود الآن. فرق بين أن تنصح ولي الأمر بحضرته، وهو الذي فعله السلف ينصحونه بحضرته، وبين من يخلو مع أصحابه أو مع العوام أو فيتكلم في ولاة الأمور وهم غائبون، هذا لا يحقق غرضا وإنما ينشر فسادا وشرا. نعم. يقول أعد عن السؤال. قد أسمع رافضيا يسب أمنا عائشة بشراحة في بلدي، وهل يجوز لي أن أضربه مع أنني لا أخشى من الفتنة إلا على نفسي فقط؟
الضرب والقتل وإقامة الحدود هذه من شؤون ولي الأمر، إنما أن تنكر عليه بلسانك تعظه وتذكره هذا شيء مطلوب، أما الضرب أو القتل أو السجن أو غير ذلك هذا من صلاحيات ولي الأمر، ما عليك إلا النصيحة له والإنكار عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم تصوير ذوات الأرواح من آلات الفيديو وأجهزة الجوال؟ التصوير لا يجوز عموما، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا من التصوير، بل لعن المصورين عموما، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يوم القيامة تجمع الصور التي صوروها في الدنيا فيجعل في كل صورة نفس يعذب بها في جهنم والعياذ بالله، تجمع الصور أيضا التي صورها في الدنيا ثم يؤمر بنفخ الروح فيها وليس بنافخ، لا يقدر على ذلك، إنما هذا من باب التعذيب له، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من التصوير بأي وسيلة، فالذي يدعي تخصيص بعض الأشياء عليه الدليل، لأن الأحاديث لا تخصص بالرأي ولا بالاجتهاد ولا بقول فلان، إنما تخصص بأدلة مثلها من الكتاب والسنة. نعم، رخص العلماء في التصوير الضروري، تصوير الضروري لأجل بطاقة الشخصية أو حفيظة النفوس أو رخصة القيادة، الأشياء التي لا يتوصل الإنسان إلى مصالحه الضرورية إلا بها، فهذا لم يدخل في الضرورة إلا ما اضطررتم إليه، فينبغي معرفة هذا الشيء. أما التصوير للفن أو للذكريات وما أشبه ذلك فكله حرام بأي وسيلة. نعم. نعم، إذا كان يشق عليه الوضوء لكل صلاة فله أن يجمع بين الصلاتين، مثل المستحاضة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين تخفيفا عليها. نعم. لجميع أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، هذا لجميع المؤمنين، إنما الذي يحجبون عن رؤية الله هم الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أما المؤمنون فكلهم يرون الله سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هل للإمام أن ينطق بالقراءة حيث يقف في مكان لا يجوز فيه الوقف من غير إرادته بسبب التنطيق وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه ملاحظة، لأن الإسراف في التجويد والمبالغة فيه تضطر الإمام أو القارئ إلى أن يقطع الآيات ويقف على غير المواقف ثم يعيدها مرة ثانية، فيشق ذلك على نفسه وعلى المأمومين، المطلوب أن يتوسط في القراءة ولا يقف إلا على مواضع الوقف، فكونه يلتزم بأحكام القراءة
والوقوف على مواضع الوقف آكد من كونه يتقيد في أحكام التجويد المبالغ فيها. نعم. فرق بين التغني والتمطيط. تغني إحسان تحسين الصوت، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يحسن صوته بالقرآن، وأما التمطيط فهو غلو في القراءة وغلو في التجويد، وأما تحسين الصوت فهذا مطلوب وليس غلوا. نعم. تذكير بصيام أيام البيض والأيام المستحب صيامها لا يكون بالجوال، إنما يكون بالاتصال بالهاتف، أو إذا لقيت أخاك تذكره، أو يكون بالموعظة في المسجد مجامع الناس. أما استعمال الجوالات والرسائل هذه يدخل فيها أشياء غير مرغوبة، لا تستعمل الجوالات في الأمور الدينية لأنها يدخل فيها أشياء وبدع غير مرغوبة. نعم. أما الصلاة فقد انتهى أمرها بوفاته، ولا يصلي أحد عن أحد، ولكنه أخطأ في كونه لم يصلي على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، فيصلي على حسب حاله وما يستطيع من أركان الصلاة وواجباتها، لكنه ترك الصلاة مع وجود فكره وعقله، هذا خطأ، لكن لكونه جاهلا نرجو الله أن يغفر له ويعفو عنه. وأما الصيام فإذا صمتم عنه قد أحسنتم، لأن الصيام تدخله النيابة، فيجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، تدخله النيابة في هذا الحديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. الذهاب لهم بالطعام بقدر حاجتهم هذا سنة، وقد اعتاد الناس القهوة، فلا مانع أيضا أن يذهب لهم بقهوة لأنها من حوائجهم. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: ظهرت بعض الشركات يقال انها اخذت قرضين رمويين دون العلم بذلك الا بعد التخصيص، فما ترون هي ذلك جزاكم الله خيرا؟ اذا كنت دخلت فيها وانت تجهل امرها، تبين لك انها فيها ربا، فخذ راس مالك
والزيادة إذا كانت وصلتك وقبضتها فإنك تخرجها في مشاريع خيرية أو أعمال تنفع المسلمين، هذا من باب التوبة لا من باب الصدقة، هذا من باب التوبة والتخلص لا من باب الصدقة. نعم. انقطع؟ لا. واصل يا شيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل من الرياض يقول: أسأل فضيلتكم عن الاستهزاء بالأهل، هل أفيدونا أفادكم الله؟ استهزاء ايش؟ أعد هذا السؤال. أحسن الله عليكم. من يعمل في مدينة بعيدة وهو موقف بها لظروف عمله، ولكنه يعود إلى موقفه الأصلي آخر كل أسبوع وفي الإجازات فقط، فهل يصدر عنه وجوب الجمعة والجماعة بحجة أنها قد استحالت دار سفر في حقه؟ الذي يسافر لعمل في بلد غير بلده بينهما مسافة قصر فأكثر، 80 كيلو فأكثر، فإذا كان يقيم في بلد العمل زيادة على 4 أيام فلا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة، لأنه يأخذ حكم المقيم. وأما في بلده فمعروف أنه هي محل إقامته دائما، فإذا وصل إلى بلده فإنه ينقطع وينتهي سفره فيحافظ على الجمعة والجماعة مع المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. هل يجوز لولدي بزوجتي الأولى أن يكشف على زوجتي الثانية؟ لا، إذا كان لك زوجتان لك من إحداهما ولد ذكر ابن، يعني لك من إحداهما ابن، فزوجتك الثانية تكشف له لأنها زوجة أبيه، لأنها زوجة أبيه. نعم، إن كان هذا هو السؤال، أما إن كان غير السؤال فيعاد. صلى الله عليكم. هل يجوز لولدي من زوجتي الأولى أن يكشف على زوجتي الثانية؟ على أمها لا، على أمها لا، إنما زوجتك الثانية تكشف له لأنها زوجة أبيه، وأما أمها فلا تكشف لابنك، لا تكشف لابنك، وإنما تكشف لك أنت. نعم. صلى الله عليه وسلم. أنا إذا خالفت والدي على أمر أرى أنه صحيح، هل هذا من العصاية وعدم البر؟ إذا رأيت أنه صحيح وأن والدك مخطئ تبين له هذا، تبين له هذا، لا بد أنك تبين له أن هذا الأمر خطأ وأن الصواب كذا، فإن اقتنع فالحمد لله، وإن لم يقتنع فأنت تأخذ بالصواب. نعم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. العقيقة للمولود سنة ليست واجبة، إنما هي سنة عن المولود، سواء بقي على قيد الحياة أو مات تشرع العقيقة عن الاثنين، الذي يموت والذي يستمر حيا. وأما مقدارها فعن الذكر شاتان وعن البنت شاة واحدة، وأما وقتها فعلى رأس الأسبوع من الولادة أو الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث، ثم بعد ذلك إذا انتهى الأسبوع الثالث تتساوى الأيام، تذبحها في أي وقت تشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. في بعض الأحيان أخرج من عملي لقضاء بعض الحاجات التي تخصني، ومع علم أنني أستأذن من رئيس مباشر، فهل هذا يجوز؟ وفي دون جزاكم الله خيرا. إذا كان لا بد من هذه الحاجة، لا بد لك من هذه الحاجة، أنت محتاج إليها أو بيتك محتاج إليها واستأذنت من رئيسك، فلا بأس بذلك. أما إذا كانت حاجة لست بحاجة إليها أو رئيسك لم يأذن فلا. يكفي يا إخوان في جزان. الشيخ عبد الكريم. شكرا الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. لا تشرف. سائل يقول: هل يدخل علماء العلوم الطبيعية والطب والهندسة في إجلال العالم، أو المقصود العالم بالعلم الشرعي؟ المقصود العالم بالعلم الشرعي، وأما العلوم الطبيعية وإلى آخره إذا كان الإنسان مسلما من المسلمين وهو يعرف العلوم الطبيعية فله حق الإسلام والاحترام لأنه مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب علم وعند والدتي بيت تملكه، فوهبته لي من دون إخوتي لكي أبيعه وأستعين بثمنه على دراسة الشرعية وطلب العلم، والمتبقي منه أستعين به على زواجي، وذلك لأنني رقيق الحال، وقمت ببيعه واستعنت بثمنه على دراسة الشرعية، والمتبقي من ثمنه قمت وتزوجت به، فهل فعلي صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله. يجوز للوالد أن يخص أحد أولاده لوصف فيه، كأن يكون مريضاً زمنا لا يستطيع الكسب، أو يكون عليه دين ثقيل ولا يستطيع تسديده، أو يريد أن يتزوج، فيجوز أن يخصه، لأن هذا ليس تمليكا له وإنما هو دفع لحاجته فقط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال وردنا من الشبكة، يقول فيه السائل: سمعت من أحد المشايخ أن أسامة ابن لادن مجاهد ومجتهد، وأخطأ في تكفيره لدولة السعودية، وأن الإمام ابن باز لم يتكلم في أسامة ابن لادن، وأن فتوى في أسامة مكتوبة عليه، فما توجيهكم عند الله؟ الواقع يبين هذا، أعمال ابن لادن تبين حاله، ما فيه داعي للمغالطة. واقعه وتحريضه على الفتن بين المسلمين هذا واقع معروف ليس مكذوبا عليه، والشيخ ابن باز قد تكلم فيه وكلامه فيه موجود في مجموع فتاوى الشيخ، فليراجع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كثرة الفتن في هذا الزمان، ومن أعظم الفتن هي ظاهرة الطعن في العلماء والتنقص بمكانتهم وعدم احترامهم. أود منك يا فضيلة الشيخ نصيحة لمن يطعن في العلماء، ومن هم العلماء الذين تنصح بالاستماع لهم ولشروحهم؟ العلماء الذين ننصح بالاستماع لهم كل عالم تقي، كل عالم تقي عامل بعلمه، ولا نخصص أحدا. وأما الطعن في العلماء والكلام فيهم فهذا من أقبح الجرائم، لأنه انتهاك للعلم أولا، وثانيا انتهاك لشخصية العالم الذي أمر الله بإجلاله واحترامه، وثالثا أن هذا تزهيد للعلم والعلماء عند العوام، هذا فيه مفاسد كثيرة. نعم. صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول:
بعض الدعاة يقوم بتنزيل حديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ينزله على واقعنا ويتهم ولاة أمرنا بذلك، فهل يصح تنزيل هذا الحديث على الواقع اليوم؟ الحمد لله، واقعنا في الجملة جيد وطيب ولله الحمد، والوظائف بأيدي أناس أمناء، وإن وجد تقصير أو وجد غلطات أحيانا فهذا لا يحكم على أمور الدولة عموما لأنها خطأ وأنها أسندت وسدت الأمور إلى غير أهلها، بل فيه من الأخيار الذين وسدت الأمور إليهم العدد الكثير ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يفهم من قول ابن مسعود رضي الله عنه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين أنه يخلد في النار؟ هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، لا نحكم عليه بالكفر، لكن يكون هذا من باب الوعيد الشديد. نعم. أثابكم الله. طاعة الزوج في الأمور المباحة هل تكون من عقده على المرأة ولو لم تنتقل إلى بيته ولم يدخل بها، أم تجب عليها الطاعة بانتقالها إلى بيته؟ يجب عليها أن تنتقل إلى بيته، إلا إن أذن لها، إن أذن لها بأن تزور أهلها أو تذهب لحاجة ثم ترجع فلا بأس بذلك، أما الأصل فهي أن تكون المرأة في بيت زوجها وتكون تحت قوامته عليها وعلى أولادها وعلى حفظه لها. نعم. أحسن الله إليك. السائل لعله يقصد يقول: هل طاعة الزوج في الأمور المباحة تكون من مجرد العقد، يعني قبل الدخول بالزوجة؟ أحكام العقد تبدأ من انتهاء العقد، إذا أبرم العقد بالإيجاب والقبول صحيحا بدأت الحقوق الزوجية، لكن يقول الفقهاء إنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها، لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها، وأما هي فإنها تلتزم بحقوقه عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله أنه لا ينبغي الإنسان أن يطلب الولاية، فهل يقصد بها معالي الشيخ الولاية بمعنى الوظيفة التي يرتزق منها الإنسان، أم الوظيفة التي تكون فيها جاه وسلطة؟ وهل يتعارض هذا مع أمر الله لنا بالسعي في طلب الرزق؟ طلب الرزق بالبيع والشراء والاكتساب والزراعة والاتجار، ما الوظيفة فهي ولاية وعهدة، ولاية وعهدة، والحديث يشملها أن الإنسان لا يطلبها إلا في الحالة التي ذكرنا لكم، إذا ترتب على تركه لها ضياعها وهو يأنس من نفسه الكفاءة، ولو لم يتقدم لها لضاعت أو تولاها من لا يحسنها، في هذه الحالة يطلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الذنوب فلم أرى أعظم من ذنبي رجل حفظ آية من كتاب الله فنسيها، فهل هذا الحديث صحيح؟ يقولون إنه ليس بصحيح، والنسيان يعرض للإنسان، فهو لا شك أنه يستحب له أن يتعاهد القرآن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحافظ عليه لأنه نعمة من الله، لكن إذا نسيه لا يكون مذنبا، بل يكون فقد نعمة أنعم الله بها عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر السؤال. رجل جامع في نهار رمضان متعمدا، وفي أثناء صيامه للكفارة جامع في النهار مرتين، فماذا عليه؟ عليه في الجماع في نهار رمضان الكفارة، قضاء اليوم والكفارة، وأما الجماع في القضاء خارج رمضان جماع في الكفارة فتفسد الكفارة ويعيدها من جديد. لو جامع في آخر يوم من الكفارة، في اليوم 60 من الكفارة، جامع أثناء النهار يعني قبل اليوم الأخير، لو جامع قبل اليوم الأخير
فإنه لا بد أن يعيد الصيام من أوله، لأنه قطع التتابع، قطع التتابع. فلو جامع قبل النهاية بخمسة أيام أو ثلاثة أيام أو حتى يومين قطع التتابع، فلا بد من الإعادة من جديد. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وصلى الله عليه وسلم.